انا عايز اسال حضرتك على حاجه في منتهى الاهميه. انتوا حضراتكم اعلنتوا انه هيبقى في 6000 مشجع في كل مباراه في مباراه الدوري، هل الرقم ده قابل للزياده في المستقبل؟ هل في دراسه لزياده هذا الرقم ولا احنا بنكمل؟ بالتاكيد احنا اساسا يعني كل هدفنا ان احنا كنا نرجع للجماهير بالطاقه القصوى ليها، والحمد لله من سنوات عديده ما كانش في جماهير. احنا السنه اللي فاتت لما بدانا بالرابطه رجعنا الحمد لله جماهير بشكل جزئي، وكان كل وزادت في الدور الثاني، والدور ده زادت شويه قليله صحيح مش راضيين عنها، لكن ان شاء الله لما الامور تستقر والامور تبقى يعني على خير حال اكيد، ويكون في التزام من الجماهير، ويعني دي تعتبر زي تجربه للجماهير لما يكون في التزام، والالتزام بالاخلاق التشجيع النظيف والاجواء السليمه للرياضه، اعتقد ان شاء الله هيبقى في زياده كبيره جدا للجماهير. طيب اعلنتوا كمان ان هيبقى في عدد من الاسابيع هتقام خلال كاس العالم، ده المعلن وده اللي خلاص اللي بقى اصبح شيء رسمي بعد ما وافق الاتحاد الدولي لكره القدم. في سؤال الناس كلها بتساله، هل حضراتكم هتراعوا في مواعيد مباريات الدوري في هذه الاسابيع مواعيد مباريات كاس العالم في نفس التوقيت؟ ان شاء الله يتم ذلك باذن الله. هيبقى في مراعاه؟ هيبقى في مراعاه ان شاء الله. انت عارف دكتور شريف حضرتك يعني اكيد ادرى وفاهم كويس انه يبقى في مباريات كبيره في كاس طبعاً العالم. طبعاً فالناس طبعاً مش عايزه تفوتها برضه. اكيد اكيد ان شاء الله يكون في مراعاه للكلام ده. عظيم جدا. كمان جزئيه مهمه وهي لجنة الحكام، لماذا لجنة الحكام حتى هذه اللحظة موجودة مع اتحاد الكرة وليس تابعة لرابطة الأندية؟ اتحاد لجنة الحكام تابعة للاتحاد الكرة طبقا للائحة، ما فيش في اللائحة ما يقول ان لجنة الحكام تكون عند رابطة الأندية. وكمان الحكام لجنة الحكام خاصة بكل حكام كل المسابقات، يعني كل القسم الأول والقسم الثاني والثالث وكل الأقسام للدوريات، فبالتالي من المناسب ان هي تكون موجوده في الاتحاد المصري. عظيم جدا. مش في الرابطه. عظيم جدا. الدكتور شريف صالح عضو رابطه الانديه المصريه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.